السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة الشرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. انا عارف ان في ناس جربت بري ورك اوت وناس جربت كذا حاجة من اللي هو زي المانياك او اللي هو سي 4 او اكتر من كذا حاجة تاني، بس هل جربت الكافيين؟ الكافيين انا جربته، انا جربته انا شخصيا. الكافيين كويس جدا، الكافيين عامل زي البري ورك اوت، منبه قوي جدا. ده الجرعه اللي فيه ده من شركه ايفولوشن 200 مللي جرام. 200 مللي جرام في الكافيين، انت فنجان القهوه اللي انت بتشربه بيبقى حوالي 50 مللي جرام مللي من الكافيين. ده 200، يعني حوالي تشرب حوالي اربع كوبايات او اربع فناجيل او خمس فناجيل من القهوه. ده بيديك باور كويس قوي في التمرين وبيخليك تساعد على المذاكره لو انت بتذاكر. بس ركز في حاجه واحده، كتر المنبهات لما تاخدها جسمك يتعود عليها، فبدل ما كنت بتاخد واحده وجسمك كنت انت فايق وقوي جدا وما اعرفش ايه، كل ما تاخدها كتير كل ما المنبهات الجسم بيتعود عليها، فتضطر ان انت تاخد جرعه اكتر او دوز اكتر علشان تاخد نفس الاحساس اللي انت بتاخده. فعشان كده الكافيين او اي بري ورك اوت او اي حاجه فيها تنبيه او اي حاجه فيها هيديك حاجه كده تنشيطه يعني فوريه، لازم تاخدها في يوم انت تكون تعبان فيه، ما تاخدهاش في يوم انت ما تاخدهاش كل يوم علشان الجسم ما يتعودش عليها وتفقد القوه بتاعتها. فلو انت مثلا، انا مثلا باخد الكافيين ده باخده قبل ما انزل التمرين لو انا يوم تعبان، لكن مثلا باخده كل قد ايه؟ مثلا كل اسبوع مره لو انا تعبان، او ممكن ما اخدوش خالص مثلا لمده مثلا شهر ولا حاجه، لكن لما بكون تعبان بروح واخد واحده من دي وبجرب. انا جربت بصراحه الكافيين، كافيين كويس جدا، يعني عامل زي البري ورك اوت بالنسبه لي. فلو انت جربت بري ورك اوت يا ريت تكتب لي في الكومنتات، ولو جربت الكافيين ده يا ريت برضه تكتب لي في الكومنتات. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه السرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.